إذن حول لقاء جمع وفد من النظام السوري مع وفد إسرائيلي في قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، نرحب معنا هنا العقيد حاتم الراوي المحلل العسكري، أهلا بكم سيادة العقيد. وكما نرحب من العاصمة البريطانية لندن السيد بسام جعارة المعارض السوري، أهلا بك معنا سيد بسام. ونبدأ معك سيادة العقيد، يعني هل من المستغرب بحسب مصادر إعلامية هناك لقاء، وهو لقاء ثاني جمع وفد النظام مع وفد إسرائيلي في قاعدة حميميم الروسية، هل من المستغرب أن يكون هذه هكذا اجتماعات؟ سلامي لك أستاذ الكريم وللسادة المشاهدين وللسيد الضيف أستاذ بسام. حقيقة هذا الاجتماع، هذا الاجتماع الذي يعني ظهر أو الذي أظهرت العربية أو سلطت عليه الأضواء إحدى المحطات الفضائية ذات المصداقية، يعني لذلك يعني نحن لا نقف عند هذا الاجتماع لوحده. نعم. لم يعد هناك من يعني يصدق هذه الممانعة والمقاومة وإلقاء إسرائيل في البحر والقضاء عليها بسبع دقائق ونصف، يعني كلام أصبح اليوم من السخف حتى تداوله. القنوات مفتوحة بين إسرائيل والنظام، ويعني هنا أقول معلومة، البارح كانت الصحف الإسرائيلية قد تداولت والصحف الألمانية أيضا، أن إسرائيل لم تعد تقبل بالتطبيع لوحده، يعني بشار الأسد اليوم هو الراكض وراء التطبيع مقابل البقاء، يعني وكأنه النظام السوري يسعى للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي. النظام السوري هو الساعي. لماذا؟ اليوم للبقاء على الحكم، يعني هذا نظام يعني بشار الأسد وهذه العائلة لا يهمها، فلتذهب سوريا كلها إلى الجحيم، وليذهب الوطن العربي كله إلى الجحيم، أي ثمن مستعد أن يدفع مقابل البقاء على كرسيه. لكن سريعا سيادة العقيد قبل أن نذهب لسيد بسام، يعني آخر مفاوضات جرت بين النظام السوري والكيان الإسرائيلي كانت في عام 2008 أليس كذلك؟ وهو اليوم لماذا الآن تأتي هذه المفاوضات والاجتماعات؟ الآن هذا الاجتماع سلطت عليه الأضواء، أما هو ليس الوحيد، يعني هذا ليس الاجتماع اليتيم، ويعني سلوكية النظام وتصريحات النظام تدل على أن القنوات مفتوحة والقنوات مستمرة والتفاوض مستمر. لكن أنا أقول لك يعني أمر، أن اليوم الساعي وراء التطبيع وبدون أي ثمن وبدون أي مقابل هو النظام السوري. طيب. لكن إسرائيل فرضت على النظام السوري 35 مليار دولار ثمن الأملاك اليهود في سوريا عن عامي 48 و67 الذين هاجروها وذهبوا. طيب. وعلى الوطن العربي، على الدول في الوطن العربي 250 مليار دولار. طيب نبقى إذن بنفس الموضوع سيادة العقيد، لكن نذهب إلى سيد بسام جعارة المعارض السوري من العاصمة البريطانية لندن. سيد يعني جعارة، يعني هل مستغرب أن يكون هناك لقاءات سرية لنقل بين نظام الذي يسمي نفسه بنظام الممانعة مع وفد من الكيان الإسرائيلي؟ يعني اسمح لي حييك وحيي المشاهدين وضيفك الكريم. أستطيع أن أقول أن هناك تاريخ من العلاقات التي تجري تحت الطاولة بين الطرفين، بين الكيان الصهيوني وبين هذا النظام. خليني أذكر الجميع، يعني في التسعينات المباحثات بين الطرفين في واشنطن أو في أمريكا انتهت إلى اتفاق، كان هناك خلاف على بضعة أمتار من بحيرة طبرية، ولكن ما الذي جرى؟ كان حافظ أسد يعاني من أمراض وكان يعرف أنه على فراش الموت، وبالتالي لم يرد أن يورث ابنه اتفاق يمكن أن يسبب له مشاكل، فانتهت الأمور بدون اتفاق. ولكن دعنا نتذكر جميعا ما الذي قاله رامي مخلوف في الأيام الأولى للثورة، قال أن أمن إسرائيل من أمن النظام، وبالتالي من كان لا يعرف كان يجب أن يعرف ما الذي يعنيه هذا الكلام. هذا الكيان له تاريخ من العلاقات مع دولة الكيان الإسرائيلي الصهيوني، وبالتالي حتى كانت هناك تسريبات تتحدث في الأيام الأولى وفي الأشهر الأولى للثورة عن لقاءات سرية كانت تجري في المنطقة الجنوبية بين الطرفين. أنا راح أنسى هذا الكلام كله وأنتقل للوقت الحاضر. يعني هذا التسريب الذي تم عن
لقاء قاعة حميمين هو اللقاء الثاني. نعم. بعد اللقاء الأول الذي جرى في قبرص. صحيح. وحسب هذه التصريحات الإعلامية أن نعلم جميعا أن العلاقات بين روسيا وبين الكيان الصهيوني أهم بليون برة من العلاقات القائمة بين تل أبيب وبين واشنطن. منذ الأيام الأولى للثورة طار نتنياهو إلى موسكو وإلى واشنطن، وكان يقول بشكل حازم أنه لن يقبل بسقوط هذا النظام، ليس لأنه يعشق بشار الأسد أو بيت الأسد، بل لأن مصلحة إسرائيل تتطلب ذلك. وبدي أقول كلام واضح وصريح، إسرائيل هي من منعت سقوط النظام خلال السنوات العشر الماضية، منعته لأنها تعرف تماما أن أي نظام جديد سيأتي إلى سوريا سيخربط المعادلة القائمة. المعادلة كانت حماية حدود إسرائيل، وبعتقد كل السوريين بيعرفوا أني من منطقة ساسع في ضواحي دمشق كان ممنوع على أي سوري أن ينتقل إلى الجنوب بدون موافقة الأمن، كان هناك حاجز للأمن العسكري للشرطة العسكرية تمنع السوري أن يدخل بدون موافقة أمنية. طيب. وبالتالي هذا كان يشكل امتياز كبير لإسرائيل، بمعنى أنها تعرف أن هذا النظام هو طيب. مجرد حال. لكن سيد بسام، يعني هذه اللقاءات والمفاوضات بين الوفد الإسرائيلي والنظام السوري، هل تعتقد يعني هو له علاقة بنظام الأسد كنظام وبقائه في السلطة، أم أنه هناك مباحثات من أجل التطبيع مع الكيان الإسرائيلي؟ الأمر أكبر مسألة تطبيع. لماذا؟ روسيا دخلت إلى سوريا، غزت سوريا في سبتمبر 2015، وقالت أن مهمة قواتها ستنتهي بين 3 أشهر و6 أشهر. نعم. نحن اليوم تجاوزنا العام الخامس، هناك حالة انسداد. ما الذي تستطيع روسيا أن تفعله الآن؟ هل تستطيع أن تحتل كل سوريا؟ بقول لك لا. أكثر من 50% من الأرض السورية هي يعني عليها هناك قوات أجنبية فيها، يعني من القوات الأمريكية إلى الفرنسية إلى 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 آخره. ماذا استطاعت روسيا أن تفعل؟ لم تستطع إلا أن ترتكب عشرات المجازر، قتلت عشرات آلاف السوريين، ولكنها لم تستطع أن تنهي القصة. وعندما دخلت قالت بصوت واضح، لولا الغزو الروسي لكان النظام قد سقط. حسن نصر الله رد على الروس في نهاية الشهر الماضي. ما الذي قاله؟ قال لولا إيران كان النظام سقط، وأن إيران هي من أنقذت النظام. لماذا قال هذا الكلام؟ هو كان يرد على ما يقوله الروس اللي بتقوله اليوم. روسيا وصلت إلى مرحلة انسداد، النظام يعاني من انهيار اقتصادي، العصابة بدأت تقتل أفرادها. يعني امبارح كان في حجز أموال على مفتي البراميل وقبله على عشرات من رجال الأعمال، وبالتالي هناك مأزق سياسي اقتصادي عسكري. ما السبيل لتجاوزه؟ السبيل الوحيد هو البوابة الإسرائيلية، بمعنى روسيا أدركت والنظام أدرك أنه بدون مساعدة تل أبيب لن يكون بالإمكان تجاوز. وسأعود إليك سيد بسام في هذه النقطة بمسألة تعويم النظام من هذه البوابة، من البوابة الإسرائيلية، لكن سيادة العقيد، يعني لماذا تسعى أو ترعى روسيا هذه اللقاءات التي تجري بين النظام السوري ووفود من الاحتلال الإسرائيلي في قاعة حميمين الروسية؟ يا سيدي الكريم، يعني أولا روسيا دخلت إلى سوريا بمباركة أمريكية وبوعد روسي لأمريكا بأنها تذكر خلال 3 أشهر ستعيد النظام قويا ومسيطرا على جميع أنحاء سوريا. عندما فشلت اليوم العام السادس يكاد ينتهي على وجود القوات الروسية في سوريا، وروسيا لم تحقق شيء، يعني عمليا روسيا إلى اليوم لا تسيطر على أكثر من 52 إلى 53% من الأراضي السورية، وبالتالي يعني فشلت روسيا فشلا ذريعا في سوريا. روسيا الآن روسيا تريد أن يعني تأخذ أو تقبض ثمن تواجدها، علما بأن كل ما قامت به روسيا من أعمال قصف وتدمير وقتل المدنيين في سوريا
قبضت ثمنه من الأشقاء العرب، هذا الكلام يعني لا يختلف عليه. إذا روسيا قبضت هذا الثمن بتواجدها في سوريا، لماذا الآن تسعى إلى التقارب بين النظام السوري مع الاحتلال الإسرائيلي؟ تماما، يعني هي قبضت ثمن الأجور، أجور الطلعات، يعني روسيا ليست الآن دورها أكثر من قاتل مأجور في المنطقة. أما ما تطمح إليه روسيا هو السيطرة على ثروات سوريا، يعني هذا الذي كانت موعودة به. ثروات سوريا الآن كما تفضل جنابك قبل قليل بأنه يعني حتى روسيا غير مسيطرة، النفط بيد قوات قسد، قاعدة التنف تشكل تهديد وقوي جدا في الجنوب، النظام مقسوم بين روسيا وبين إيران، والامتداد الروسي مؤخرا باتجاه البوكمال والسيطرة على المدينة وكذا، يعني يشير إلى هذنا. لذلك روسيا لابد لها من التنسيق والتوفيق بين إسرائيل والنظام لعلها تجد ثغرة تدخل من خلالها. هذا بالنسبة للروس، لكن سريعا أيضا سيادة العقيد، ماذا بالنسبة لإيران؟ وهل الموقف سيكون موقف الإيراني كيف سيكون، وما هو يعني المقابل؟ هل سيكون هناك إخراج للميليشيات الإيرانية من سوريا؟ أستاذي الكريم، إذا نذهب مع التصريحات ومع ما يعني يتسرب من معلومات وكذا من الصحف والإعلام، هذا موضوع آخر. أما نحن أبناء المنطقة الشرقية التي تتواجد فيها إيران والتي تعتبرها الرئة الحساسة والمهمة جدا لهلالها الشيعي من خلال سيطرتها على المعبر الوحيد الذي سيطر عليه بين سوريا والعراق، إيران في سوريا قيد الانتهاء، هذا ما نراه على الأرض. قيد الانتهاء، لكن نعم ماذا نعم عن موقفها من إذا ما طبع النظام السوري مع الكيان الإسرائيلي؟ بكلمات سيادة العقيد، النظام السوري تدفعه إيران دفع إلى التطبيع، يعني هذا يعني أصبح واضحا تماما. دعني من شعارات المقاومة والممانعة، ولا انظر إلى ما يجري على الأرض. طيب أعود لضيفي من لندن سيد بسام، يعني إذا ما تم تعويم النظام السوري مرة أخرى يعني إقليميا ودوليا، كيف سيكون ذلك؟ هل سيكون كما ذكرت من البوابة الإسرائيلية؟ يعني حاولت روسيا أن تقنع الغرب بتقديم مساعدات إعادة الأعمار، وأيضا أنت تعرف وجميع يعرف كيف حاولت أن تقيم تظاهرة حول إعادة اللاجئين. نعم. كل ما فعلت روسيا على الصعيد الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي من خلال محاولة تعويم النظام عربيا وإعادته للجامعة العربية إلى آخره، كله فشل. تحاول الآن أن حاولت أن تجلس مع أمريكا بالتفاوض عن سوريا، الأمريكان رفضوا، وبالتالي هناك مأزق. ما السبيل لتجاوز المأزق؟ كما قلت سابقا، البوابة هي إسرائيل. هذه البوابة كما جرى في السودان تماما، يعني هم رأوا تماما كيف تم تقديم أموال للسودان. نعم. مقابل التطبيع، كيف تم رفع العقوبات، كيف تم إزالة السودان من قائمة الإرهاب، وبالتالي هم يعرفون تماما. وعلى الطرف الآخر هناك دول عربية، أو خليني أقول دولة عربية، تحرض على التطبيع بين طيب سوريا وبين إسرائيل. لكن كان هناك إرسال نفط وتم إفشال المحاولة. لكن سيد بسام، يعني في هذه الخطوة ولقاءات بين الوفد الإسرائيلي مع نظام الأسد، تأتي هذه في ظل أيضا الحديث عن انتخابات ستكون في سوريا في الأشهر المقبلة، كيف سيكون المشهد في سوريا سريعا إذا سمحت؟ يعني كان هناك إجابة غربية أنهم لن يقبلوا بالانتخابات وأنهم يرفضون الانتخابات. تحاول روسيا أن تقنع المعارضة بدخول الانتخابات، تقول أن انتخابات ديمقراطية. طيب. وعفى الله عما مضى، هذا الأمر لن يكون. يعني اليوم إذا سوف يتم انتخاب بشار الأسد في أيار أو في نيسان لمرحلة جديدة. هل ينصرف هذا الكلام؟ هذا شيك بدون رصيد، لا يعني شيئا إلا باعتراف عربي ودولي، ولن يكون هذا الاعتراف على الإطلاق. وبالتالي كان الحل هو اللجوء إلى البوابة الإسرائيلية. ولكن خليني أقول كلام واضح سريعا جدا سيد بسام بكلمات، لن تقبل. كيف أقول لن تقبل؟ الموضوع لم يعد موضوع تطبيع.
تريد الجولان، هو يستطيع أو يقبل بالتنازل عن جولان، تريد أكثر من ذلك، هناك طلبات في الشأن الداخلي. هل يستطيع النظام الآن أن يقول لإيران أخرجي برا؟ بأكد لك تماما إذا لم يقل سيقتل، وإذا قال لهم طيب أخرجوا سيقتل. أيضا سيادة العقيد بكلمات، بعد هذه المفاوضات واللقاءات بين الوفد النظام والوفد الكيان الإسرائيلي، كلمات مستقبل اليوم تحدث. إسرائيل يعني مجبرة إجباري على مثل هذه اللقاءات كنوع من المجاملة لروسيا ولأمريكا والآخرين. أما أن تطبع إسرائيل مع نظام هش، نظام ساقط، نظام فقد الشرعية على الأقل باعترافات الدول العظمى أغلبها، يعني لذلك هي تريد تطبيع يعني أكثر متانة إذا حصل التطبيع. شكرا. لذلك الأسد فقد فرصته تماما في التعويم عن طريق العقيد إسرائيل. حاتم الراوي المحلل العسكري، شكرا لكم. وكما نشكر من العاصمة البريطانية لندن السيد بسام جعارة المعارض السوري، شكرا لك على هذه المشاركة، والشكر موصول لكم على حسن المتابعة. دمتم بأمان الله.